أكبر خطأ يخطئ الشباب في التعامل أو الأزواج مع زوجاتهم أنه يعامل زوجته كأنها رجل في الفهم والنقاش. أولا القاعدة، المرأة لا تناقش، حتى لو مين، حتى لو كانت أمك أو أختك لا تناقش، وإنما تقاد بالعاطفة. إياك، أفشل زوج اللي بيناقش زوجته، فاشل في الحياة الأسرية. المرأة لا تناقش، أقعد أنا أتناقش، أقعد، هذا فاشل. وإنما تقاد من أذنها بالعاطفة. فإذا وجدت عندها خطأ، مثلا لباسها لم يعجبك اللباس، الأدلة على وجوب هذا اللباس لا، وإنما تقول ما أجملك بهذا اللباس الشرعي الذي يتصف 1 2 3، آه نفس المعنى. أما تقول لها لباسك يخالف الشرع والرد عليك من وجوه 1 2 3، هذا بتحكي لها الشيخ سفيان، بناقشك وبتناقشه وكذا وإشي والردود. أما أختك، زوجتك، ابنتك، ما أجملك لو كان لباسك يتصف 1 2 3، نفس المعنى لكن إيش؟ بالعاطفة، بالعاطفة. سوت لك كاسة شاي بملح، ما ألذ هالشاي لو كان فيه سكر وفيش فيه ملح، فيش، والله خسارة فيك الشاي تكبه في وجهها ولا انت. فاشل. فبعض الناس عمره 60 سنة وفاشل في الحياة الأسرية، لا يعرف أن يتعامل مع زوجته. ليس العبرة بالسن. وبالتالي النبي صلى الله عليه وسلم، عائشة تقول له ألم تسمع، أي والله صعبة، تقول للرسول صلى الله عليه وسلم ألم تسمع أن نبي الله، كمان عن الأنبياء جاي تحكي، أن نبي الله سليمان كانت له خيل لها أجنحة، وليش منكر علي أنه اللعبة لها أجنحة؟ على النبي صلى الله عليه وسلم ما ناقشها ولا دخل معها في جدال ولا هذا هو. فأفضل شيء في التعامل مع المرأة هو العاطفة. وأفضل يا جماعة، أحسن شيء كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، ما دخل الرفق في شيء إلا زانه.